كما كيعرف الجميع أن الملك محمد السادس أعطى أهمية كبرى لعاصمة وسط المملكة من خلال برنامج التنمية الحضرية لأكادير اللي كتنهز التكلفة ديالها 6 مليار درهم وكتهدف إلى الارتقاء بالمدينة كقطب اقتصادي متكامل وقاطرة للجهة وتكريس مكانتها وتقوية الجاذبية ديالها كوجهة سياحية وطنية ودولية والرفع من مؤشرات التنمية البشرية بها وتحسين ظروف عيش الساكنة لا سيما الأحياء الناقصة التجهيز وكذا تقوية البنية التحتية الأساسية وتعزيز الشبكة الطرقية لمدينة أكادير لتحسين ظروف التنقل بها. زوم نيوز كان عندها لقاء مع السيد دريس بوتي رئيس اتحاد الجهوي للمقاولات المغرب سوس ماسا، سولنا على الوضع الاقتصادي للمقاولات والرهانات ديالها والموقع ديالها في الخريطة الاقتصادية في بلادنا وغيرها من الأسئلة، فكانت الإجابات كالآتي. الكل يعرف بأن المنطقة ديالنا منطقة عندها بزاف ديال الإمكانيات الطبيعية والبشرية اللي تقدر تكون من أولى الجهات في المغرب ولا ربما حتى في إفريقيا حسب هذه المعطيات. والكل كيعرف بأن النسيج الاقتصادي ديال البلاد وديال أيضا البلدان المتقدمة أنها هما المقاولات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الصغيرة جدا، فهذه المقاولات هما اللي كيخلقوا الدينامية في المجتمع الاقتصادي في أي جهة في العالم. فاحنا هنا في مدينة نقولوا جهة سوس ماسا الحمد لله أن واحد النسيج اللي هو متكون من شركات كبيرة ولكن أيضا من شركات صغيرة وهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. ملي كنشوفوا بأن اليوم المدينة أكادير ولا جهة سوس ماسا اللي كانت هي الجهة الثامنة على صعيد المغرب من حيث الاستثمار الخاص ولات هي الثالثة في آخر إحصائيات ولات الثالثة، وهذا نعزيه في واحد الحاجة هو الدينامية ديال هذه الشركات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة. ملي كنشوفوا بأن اليوم المناطق الصناعية الجديدة اللي هي كلها في الخرجة ديال خارج أكادير ولا في ولا التيماء ولا في أيضا في تيزنيت كنمشيو لهاد المحطات وكنلقاو بأن 90-95% هما شركات صغيرة متوسطة اللي هي اللي كتدير هذه الدينامية، وحتى من المساحة ملي كتشوف المساحة ديال المصانع وديال هذا فهو مساحة متوسطة ولا صغيرة، فهذه كتخلي هذه الدينامية لها، وخصوصا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كنلقاو ديما وراءها شباب أفكار جديدة رؤية جديدة أفكار اللي ربما ما كانش في السوق الاقتصادية ديال المنطقة، هاد الشباب تيجيبوا لنا هاد الجديد كل مرة. فاحنا أولا في اتحاد مقاولات المغرب احنا كندعموا هاد الشركات وهاد المقاولات، لأن نقولوا للناس اللي معانا احنا في اتحاد مقاولات المغرب تقريبا حتى هما نفس الشيء 90% 95% كلهم من الشركات والمقاولات الصغيره والمتوسطه. هذا الورش المفتوح رفع من التنميه روح التنافسيه لدى المقاولات من خلال تشجيع البحث والابتكار بمختلف الوسائل كالدراسات والشراكات بين المقاولات والجامعات ودعم الانشطه ذات المنفعه العامه. هنا كيجي دور اتحاد مقاولات المغرب جهه سوس ماسا وباقي الشركاء الآخرين خصوصا في هذه المرحلة المحورية، حيث يجب أن يكون لدينا قطاع خاص قوي وملتزم ومسؤول وأخلاقي لدعم هذه الدينامية. احنا من نهار خدينا زمام هذه المؤسسة جهويا والإخوان نقولها لك وربما أنتم الإعلام راه كتشوفوها أن المبادرات الشبابية هذا موقع ديالنا، احنا درنا على راسنا اننا هذا هو هذه المكاتب اللي حاضرين فيها احنا اليوم وهذه المؤسسه فهي في خدمه هاد الشباب. ايضا دي جي بول اللي هو الكلوستر ديال ما هو رقمي ديال ديجيتال خرج من هذه المنطقه هذه، ايضا ديجيتال ديال السبور ديال هذا، تنتكلموا اليوم على ديجيتال ديال الاعلام ديال الناس الاعلام انهم حتى هما يديروا واحد نقولوا واحد لورغانيزاسيون ديالهم اللي هي فيدراليه ولا كلوستر ديال الشباب اللي هما في الشركات الصغيره ديال الاعلام، حتى هما نساعدوهم انهم نكونوا حنا المحتضنين ديالهم ونزيدوا معاهم للقدام، بما ان احتضننا هذه المبادرات كلهم واليوم الحمد لله راه كيشوفوا شافوا اليوم واليوم غاديين مزيان، فاحنا حتى احنا مستعدين دائما ان نواكبوا الشباب. وكل لقاءات كيكونوا عندي هنا في المكتب
مع شركات فهي كلها شركات صغرى، وقل من ذلك نصف ساعة هذه قبل واحد الفكرة ديال واحد الشركة صغيرة، مقاولة صغيرة جدا اللي جابت أفكار جديدة مع وجبت معها وجبت معها علامات تجارية دولية. فما كان لنا حنا إلا نساهموا ونعاونوا ونأزروا ونمشي ونكونوا أحسن محامون على هاد الناس هادو في جميع الإدارات. المشاكل اللي ربما تتعيق الاستثمار المتوسط ولا الصغير هو أولا ما يسمى بلاكسي لو فونسي، أن خصنا الأرض الصناعية اللي كتكون موضوع رهن هاد الشباب بثمن اللي هو تيكون ثمن متواضع ولا ثمن اللي هو في المتناول ديال هاد الشباب. هذه هي الاولى، هذه هي نقول المفتاح الاول. المفتاح الثاني هو التسهيلات اللي خصهم تعطيهم الدوله من الناحيه الاداريه، هاد المساطر تبسيط المساطر الاداريه لهاد الشباب باش يولجوا المعلومه ويولجوا ما يسمى بهاد الرخص لي زوتوريزاسيون اللي كانت خصها تكون عندهم. العائق الثالث اللي هو تعرفوا الجميع هو التمويل، ان الابناك هنا كنوجه واحد الرساله للابناك، ان الابناك خصها تلعب واحد الدور، لان الابناك في بعض الاحيان كطلب ضمانات لهاد الشاب ما عندوش ضمانات كبيره وكبيره جدا عليه. فلذلك خص ثقه تكون ما بين الممولين هاد الابناك وهاد الشباب، وتعطيهم واحد الفرصة أنهم تهما إن شاء الله يسمحوا غدا شركات ومقاولات كبيرة وإن شاء الله كبيرة جدا. الأمل في الشباب، الاستثمار قبل ما يكون مادي خص يكون استثمار في هاد الشباب. إلا استثمرنا اليوم في الشباب اللي هما مقاولات ربما صغيرة جدا، دابا نربحوا غدا مقاولات متوسطة، وبعد غد ناخدوا مقاولات كبيرة، لأن هاد المقاولات اللي كنشوفوا اليوم في أكادير اللي هما النسيج الصناعي الكبير كلهم راه بداو صغار 25 30 سنة 35 سنة. فالأمل خصنا نخليوه، ولا بغينا نخليوه خصنا نعطوا لهاد الشباب فرص ديال النجاح ديالهم باش نكونوا كنستثمروا مرتين، كنستثمروا في البناء ونستثمر ايضا في الانسان، وهذا الانسان هو هذا الشباب اللي عنده قدامه واحد 50 60 70 سنه قدامه مازال، اللي يقدر يكون فيها خير خلف لخير سلف. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين وتفعلوا زر الجرس.